نيوكاسل توتنهام. توتنهام هيكسب. توتنهام على فكره توتنهام لو كسب برضه هيبقى هيخش في حته كويسه 50 نقطه، ممكن يخش لو من لو تشيلسي يعني، بس لسه عنده بروست بروم. استون فيلا فولهام تقلي انا نفسي توتنهام يكسب بصراحه، مش عشان خاطر بشجع توتنهام، عشان خاطر بيصعب عليا لما مدرب كبير يتهزق. انا فعلا نفسي ان مورينيو والله العظيم يعني نفسي مورينيو يطلع على الاقل في التوب فور. مش حبا في مورينيو بس حبا في توتنهام يعني. لا في الاثنين، انا بحب مورينيو على فكره، بس انا يعني ببقى زعلان لما حد الشيء بالشيء يذكر. ما دام بنتكلم على مورينيو، انك تفكر كده على تصريحات على عندنا في مصر مثلا، لما حد لعيب كويس قوي يطلع ويقول مثلا ان المدرب كذا مشاني من نادي وانا وبعدين يطلع تالق وكده، والناس تقعد تقطع في المدرب ما عندوش فكره وكده. ايه اكتر من مورينيو ان يبقى عنده صلاح ودي بروين اللي هم دلوقتي احسن اثنين لعيبه في انجلترا، ولوكاكو بس يعني بتكلم عن ان هم تالقوا في انجلترا، سيبك ان لوكاكو طلع بره. ولوكاكو يا كابتن هو ايفرتون كان جامد بس جدا. سيبك لوكاكو متالق في ايطاليا ماشي، لكن بتكلم في نفس الاتموسفير الاثنين كانوا عنده، والاثنين قال لهم شكرا اطلعوا اعرف انتم مش ما عندوش حاجه، واحد جاب كوادرادو مكانه وواحد مش عارف جاب له مين مكانه، والاثنين دلوقتي احسن لعيبه في العالم واحسن لعيبه في الدوري الانجليزي. ده يعني ده ايه بقى؟ يعني ده بص اعظم بقى من انجبت واعظم من المدربين. فلسفه المدرب ان هو مش هيعتمد على لعيبه صغيره، هو بيلعب باللعيبه الجاهزه بتاعته، مش هيصبر على حد. لان يا جماعه صلاح مالهاش دعوه بالصغير والكبير، هي ليها دعوه برؤيتك للعيب عامل ازاي. يعني هو ما لعبش حد لعيبه صغيره خالص عنده، كان حاطط عنده لعيبه صغيره، بس انا قصدي فكره مين ولا لعيب لا صغير. انا عارف عايز اقول لك ايه، ان الكوره دي نسبيه، مهما كان انت جامد جدا ممكن تعمل قرارات خطا او تتوقع، يعني مش شرط الناس كلها بتتوقع صح ان ده لعيب هيبقى كويس فيبقى كويس يبقى انت جامد كده. انا مؤمن بحاجه كوره متغيره. ايوه طبعا، وانا طبعا طبعا